هنا في البرنامج ويمكن في المقدمات وسيدنا اتكلم كتير قوي اننا بنرفض كل اشكال العنف، كل صوره واشكاله في العلاقات ما بين الزوجين وما بين الخطيبين. يعني لما زوجة بتبعت لنا مشكلة مثلا تقول لنا انه جوزي بيتلفظ او بيشتمني او بيمد ايده، اول سؤال بنسأله دايما، سيدنا كده يسأل اول سؤال، كان بيعمل كده في فترة الخطوبة؟ فالإجابة بتكون لا، عمره ما شتمني، عمره ما مد ايده عليا في فترة الخطوبة، فانا ما كنتش اعرف ان هو هيبقى كده في الجواز. لكن تخيلوا معايا بقى لو الإجابة كان بيشتمني، كان بيتلفظ، كان بيضربني في فترة الخطوبة، وانت كملت الجوازة ظنا منك انك هتعرفي تغيريه بعد الجواز. هو هيتغير الحقيقة، بس هيتغير للأسوأ، واحنا شفنا ده من خبرات وتجارب كتيرة جدا، انه الشخص العصبي الغلاط اللي بيتنرفز اللي ما بيعرفش يتحكم في لسانه، اما يعني مش قادر يعمل كده في فترة الخطوبة اللي هي تعتبر الفترة اللي كل واحد بيظهر افضل ما فيه. طب هيعمل ايه بقى بعد الجواز؟ بقول الكلام ده ليه؟ بقالي تقريبا شهرين كده، انتوا عارفين ان الوقت ده بيبقى وقت افراح، بلاقي اكتر من رساله من اكتر من بنت اعمار مختلفه يبعتولي نفس المضمون تقريبا. هقول لكم رساله، اخر رساله جات لي في الاطار ده، وانتوا قولوا لي حلول، يعني اطرحوا عليا حلول، قولوا لي رايكم في التعليقات على صفحه انا وبيتي. بنت بتقول لي انا فرحي قرب، والحقيقه انه خطيبي عصبي قوي، ولما بنختلف احنا الاتنين مع بعض حوالين اي حاجة ابوس الاقيه يقول لي ايه، انا اسفة يعني بس هي قالت كده، انا استأذنتها ان انا اقول الرسالة بتاعتها، انت عبيطة، انت ما بتفهميش، انت مش ناضجة، انت مش عاقلة، ومفيش منع ابدا من زقة خفيفة كده في الايد. هي بتقول انا خايفة اكمل لانه انا خايفة الوضع يتطور بعد الجواز، وانا بسمعكم على طول في البرنامج بتقولوا انه اللي بيعمل كده في الخطوبة اكيد هيعمل كده واكتر بعد الجواز، انا قلقانة، بس الحقيقة هو ما بيعملش كده غير في وقت الخلاف، وهو انسان بخلاف النقطة دي يعني هو انسان كويس. لحد هنا خلصت الرسالة، لكن انا عايز اقول لها انه مخاوفك الحقيقة في محلها جدا، ان اللي بيعمله قبل الخطوبة بنسبة 10% هيعمله بعد الجواز بنسبة 80-90%، يعني اللي بيعلي صوته قبل هيشتم بعد، واللي بيمد ايده بزقة خفيفة كده قبل هتبقى علقة سخنة بعد. خلي بالكوا يا جماعة، لانه الموضوع ما فيهوش هزار، محدش بيعرف يغير طبع حد، سيدنا كتير قال يا جماعة الطباع ما بتتغيرش، ربما نقدر نغير العادات لكن الطباع صعب جدا. فانت بقى لو بتحبيه وعاوزاه وشايفة ان هي دي المشكلة الوحيدة او الديفو الوحيد اللي عنده وخلاف ده هو كويس وعجبك وانت عايزة تتجوزيه، خلي بالك ان اللي بيحصل لك دلوقتي وانت مش قبلاه هيحصل اضعافه بعد الجواز، واعتقد برضو انك مش هتقبليه. وكلمة صغيرة كده اخيرة يا جماعة، المحترم والحنين بيبقى كده في وقت الخلاف، وبيبقى كده في وقت الزعل، وبيبقى كده في وقت ما بيعاتبك، وبيبقى كده في الطبيعي في العادي، لأنه برضو الاحترام ده طبع. والشخص الغلاط صليط اللسان اللي بيمد إيده هتلاقيه بيعمل كده مع أهل بيته، هتلاقيه بيعمل كده في أي خناقة في الشارع، هو بيسوق العربية، لما بيختلف مع أي حد، يعني هيكون باين جدا تصرفاته دي في الخطوبة وقبل الجواز. وليكي مطلق الحرية، مع أنه واضح جدا أنا بقولك إيه، بس أنا ما بحبش أفرض رأيي لأنه أنا بحب الناس تفكر وتشغل مخها. بس أتمنى أنك لو اتجوزتي يعني ما تجيش بعد سنتين ثلاثة تبعتلنا هنا في البرنامج تقوللنا أنا مش عارفة أتعامل معاه، قولولي أعمل إيه، لأنه وقتها هيبقى حل المشكلة صعب جدا. دي كانت مقدمة حلقة النهاردة. النهاردة بقى عندنا في حلقتنا عدد كبير من المشكلات، وعندنا عدد كبير من الاتصالات. احنا دايما بنسعد جدا جدا واحنا بنستقبل اتصالات حضراتكم ومداخلاتكم ورسائلكم، هنحاول ناخد عدد كبير النهاردة مع سيدنا اللي بيشرفنا وينورنا وبيسعدنا دايما وجوده، نيافة الحبر الجليل الأنبابولا مطران طنطا وكل توابعها، بعد الفاصل خليكم معنا.